السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ اليوم غادي نخرجوا من الجو ديال الكوزينه وغادي نبدلو شويه. اليوم انا جنب البحر، مشينا تحركنا شويه حنا والعائله. شو تبارك الله المنظر كيفاش داير، رائع رائع رائع، اللهم بارك. الصراحه ما كاين ما احسن من هاد المناظر هادو، تكون بجنب البحر، تسمع دوك الامواج وريحه البحر شحال كتكون زوينه. غادي ندورو شويه هنايا، نحركو شويه، نديرو شويه ديال لامارش، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشي نفطر انا والعائله ديالي. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وفرجه ممتعه.
عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير. اليوم رشقات ليا قلت غندير كسكس على مرة انا وبنتي، علاش لما نبدل شويه الجو؟ عرفت في الدار ماشي بحال برا، وهاد البلاصه هادي زوينه، يعني تبارك الله ديما تكون عامره بالناس وفيها الفطور زوين. خديت انايا مسمن وهذا مسمن والحرشه بارلو وجوج كيسان ديال العصير، ومري لي داتاي انا وبنتي بارك علينا كافينا مع الرزيزه. الماكله ديال برا كتكون زوينه والله، كون كنت في الدار لكليتها وسبحان الله العظيم. ولكن زعما الصراحه هاد البلاصه هادي ديما كتشوفها عامره، كيكون فيها بزاف الناس، زعما كيجيو لعنا هنا القنيه والماكله ديالهم زوينه الصراحه. يعني كاين هاد القهوه هادي في قريه السلام، كيقولها في حنا قريه السلام.